الموارد الاقتصادية للدول. الآثار هي أهم وسائل تربية الجيل وغرس المفاهيم وترسيخ الذات وترسيخ الانتماء للتاريخ والوطن والحق والقضية. من أجل ذلك كان هذا اليوم الدراسي جهود التنقيب عن الآثار في غزة. وأما الآن فمع كلمة التأصيل وجوهر الحديث الناقد وعميد الأثر وعميق الأثر في التوجه. إن يومكم هذا إنما هو يمثل رمزية مهمة تؤكد على طبيعة الصراع مع الكيان الصهيوني. إنه يؤكد على أن الصراع صراع حضاري ليس صراعا جغرافيا، إنما هو هذا الصراع يمثل أو هذا اليوم الدراسي يشير إلى بعد مهم في هذا الصراع، فإن صراعنا مع الاحتلال يمثل جذورا مختلفة في جوانب التاريخ. حق لنا أن نفخر وأن نعتز بفلسطين، هذا الوطن الشامخ الذي تمتد جذوره بأهله في عمق التاريخ. فنحن الكنعانيون ونحن الفلسطينيون ونحن اليابوسيون زرعنا هذه الأرض، سكناها، أصبحت جزء منا ونحن جزء منها. وهذا اليوم الدراسي أيضا هو محاولة منا للفت الأنظار ولوضع كل الأطراف تجاه مسؤولياتهم، أن هذا القطاع، قطاع الآثار، بحاجة إلى الموازنات، بحاجة إلى الخطط، بحاجة إلى السياسات، بحاجة إلى أن ندرب الكوادر التي تستطيع أن تنقب عن هذه الآثار وأن تحافظ عليها بشكل يليق بتاريخ هذا البلد، يليق بمكانة هذا البلد بين الشعوب وبين الأمم